ساعات تقول بينك وبين نفسك لو كان فلان أقدم كان وجد أحسن وأرحم له وأرحم على الناس من لسانه، مع احترام الشديد لفئة البكم المنزهين عن أمثاله. البعض ما يوزنون كلامهم ويجرحون في خلق الله ويحرجونهم، ويمكن بعد يقلبون عليهم مواجع يحاولون ينسونها أو يضغضون عنها. كلامهم مثل السم وشنها سشاشين تنغرس في قلوب من حولهم، مثل اللي يرمي سهم ويقتل فيه ويمشي عنه ولا ذرة فيه. ترى الإحساس بالغير نعمة. شنو راح تستفيد إذا أحرجت واحد قدام الناس وسألته ليش ما عندك أولاد؟ وشنو راح تستفيدين إذا سألتين بنت متأخرة عن الزواج متى راح ترتبطين تتزوجين؟ وليش تسألين أم فاقدة ولدها وشلون مات؟ وين كنتين وقتها؟ وكأن لو كانت موجودة بتوقف عنها ملك الموت وبتمنعها من أخذ روحها. يكفيها ترى ألم ووجع، ما له داعي لأسئلة لا تودي ولا بتجيب، لكنها بتترك وجع في قلوب ناس يمكن يأخذون وقت عشان ينسونها ويمكن بعد ما ينسونها أبد. احفظوا ألسنتكم ولا تتدخلون في خصوصيات غيركم، وزنوا كلماتكم قبل لا تقولونها، وما له داعي للتجريح ولا الإحراج، وإياك إياك تجرح أحد عشان غيرك يضحكون وتطلع فيها إنك خفيف دم.